يسأل عن الصلاة بالحذاء أجلكم الله داخل المساجد، هل هذا جائز وما هو تنبيهكم للناس؟ جزاكم الله خيرا. الأصل أن الصلاة بالحذاء مستحبة إذا كان الحذاء طاهرا ليس فيه نجاسة، ولكن ويستوي في هذا المسجد وغيره، ولكن في وقت من الحاضر يترتب على الصلاة بالحذاء في المساجد محاذير، وذلك لأن المساجد الآن فرشت وتغيرت حالها قبل، فصار الصلاة في الحذاء يؤثر على الفرش ويلوثها، وهذا يختلف عما سبق من كون المساجد الترابية لا تتأثر بالمرور بالحذاء أو الصلاة بالحذاء، أما الآن فدخول المساجد بالحذاء والصلاة بالحذاء فيها يؤثر عليها أثرا بينا، وما دام الأمر كذلك فإنه يخلع الحذاء تفاديا لهذا المحذور. جزاكم الله خيرا.